بنتكلم عن الحلم المصري ان مصر محتاجه مدينه صناعيه كبرى. بنكلم حضراتكم من ارض الواقع هنا، بدا الانشاء وتاسيس مدينه طربول الصناعيه على مساحه 27,000 فدان، مساحه ضخمه جدا. التاسيس هنا للمدينه انها تكون المدينه الصناعيه الاكبر في مصر والشرق الاوسط. مدينة مساحتها أكتر من 26,000 فدان. المدينة ديت وليدة شبكة الطرق اللي اتعملت في مصر. موقعها من ناحية الغرب طريق الكريمات أو طريق الصعيد الشرقي، من ناحية الجنوب طريق السخنة، فهي موقعها عبقري. الموقع ده خلانا نفكر وإحنا بنخططها إزاي نستغل الموقع دوت. المدينة فيها سوق جملة، لأن لو بصيت لمدينة طربول هتلاقي مدينة هي آخر نقطة في القاهرة الكبرى وأول نقطة في الصعيد، فهي دي النقطة الفاصلة بين القاهرة الكبرى اللي هي اللي احنا كلنا عايشين فيها والمناطق اللي احنا بنتمنى تنميتها. مدينة طربول ديت هي اتبنت تنميتها وتطويرها على التطوير الصناعي. التطوير الصناعي بمعنى ان هو النشاط الرئيسي في المدينة هو النشاط الصناعي، بالإضافة الى الأنشطة المكملة واللي بتخدم المناطق الصناعية. يعني هتلاقي فيها مناطق إدارية، مناطق تجارية، مناطق سكنية، مناطق ترفيهية، مناطق صحية، مناطق رياضية. هي مدينة متكاملة بمعنى كلمة مدينة. هي فيها حوالي اكثر من 12 منطقة صناعية، فيها كل الصناعات اللي موجودة أو المتاحة في مصر، حتى الصناعات اللي هي بتحتاج حمل بيئي عالي زي اللي هي بتحتاج الموافقة جيم بالنسبة للبيئة دي. ربنا وهب المنطقة دي بتكون توبوغرافي ليها، فيها جبل في نصها بيفصل الجنوب عن الشمال، وبالتالي فالمنطقة الجنوبية دي ممكن تعمل فيها المناطق اللي هي اللي انت بتحتاج فيها أحمال بيئية عالية، وحافظنا عليها انها تبقى منطقة غير ملوثة وتبقى منطقة خضراء. مش معنى ان انا بقول ان في منطقة تتحمل المصانع اللي هي بتحتاج احمال بيئية عالية ان احنا هنسمح فيها انها تبقى ملوثة، لا، هتبقى في حدود المسموح به دوليا. حجم الاستثمارات، احنا كمطور حجم الاستثمارات هيعدي 3 مليار دولار كمطور، لكن حجم الاستثمارات اللي هتتضخ في المدينة يعني اضعاف اضعاف الارقام اللي بقول لحضرتك عليها. خلي بال حضرتك، دي 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 منطقة صناعية خضراء، وفي المستقبل مفيش اي مصدر لأي دولة بعد كده مش هيقدر يصدر إلا كان خارج من منطقة خضراء، فهي دي مستقبل. والمناطق القديمة كلها هتحتاج بعد كده إنها تتطور تبقى خضراء عشان خاطر كل المصانع اللي فيها تقدر تصدر. اللي احنا واقفين فيها دي منطقة صنع، دي فيها حوالي 550 مصنع، دي داخلة مبادرة البنك المركزي، والحمد لله احنا الحجز فيها يمكن عدى اكتر من 200 مصنع، وابتدينا خلاص نتعاقد على المصانع ديت بمساعدة البنوك، منهم على رأسهم بنك تنمية الصادرات، ان الناس تبدأ حتى بدون مقدم. والبنك بصراحة متعاون معانا جدا، ده احد البنوك اللي احنا بنتعامل معاها، في اكتر من بنك احنا بنتعامل معاه. في عندنا برضو نتيجة الموقع العقاري للمدينة ديت عملنا سوق جملة، ده هيبقى اكبر سوق جملة في مصر، وهيبقى هو الاكثر تطورا، هو الجيل الجديد من اسواق جملة، الاسواق اللي موجودة اذا كانت العبور او 6 اكتوبر، فدي احنا بنعمل سوق جملة على ارقى المستويات، وهتديره شركات عالمية. فيها مينا جاف، فيها مناطق حرة، فيها أكتر من فيها مناطق تعليمية، فيها جامعة، فيها كل ما تحتاجه المدينة من الحياة. ده عبارة عن مقر للسيل، هنا موجود قدام هنا كده، تمام. مقر السيل ده عرضه 400 متر بعمق بيتخطى ال 12 متر، تمام. بس احنا بنحاول ان احنا نتفادى الموضوع ده، وقمنا بعمل 3 سدود وخزانات لتفادي الموضوع ده من اجل سرعه الانجاز في المشروع والعمل بالمشروع هنا. بالنسبه للطريق ده طريق 7 من الجزء الاجزاء الخاصه بعمل شركه بيلي في المشروع هنا، تمام. الطريق ده عباره عن طريق بطول 16 كيلو متر، رابط معايا من نفق اطفيح، تمام، بأول المشروع لحد طريق الزعفرانة. ده طريق رئيسي داخل المدينة، بطول المدينة كلها. ده طريق عرضه 80 متر، تمام، بيتم العمل فيه، تم الإنجاز فيه بنسبة
90% من العمل، يعني باقي جزء بسيط اللي احنا جاري العمل عليه والتشغيل عليه دلوقت. احنا بنعمل هنا اول كومباوند صناعي ولوجيستي مبرد في مصر، عبارة عن تلاجات فاكهة وخضار تنفع لتبريد المنتجات الزراعية والغذائية، وفي نفس الوقت مصانع تصنيع في التصنيع المبرد. احنا بنخدم 5 محافظات: الصعيد، الجيزة، والفيوم، وبني سويف، واسيوط، والمنيا. الحقيقة ان 5 محافظات دول عندهم مشكلة كبيرة في الفقد في الفاكهة والخضار. احنا تقريبا عندنا 30% او اكتر نسبة فقد بسبب عدم وجود بنية تحتية ملائمة للتصنيع الغذائي المبرد. فعلشان كده احنا المشروع بتاعنا ده هو بيفيد المصنعين او اي حد بيشتغل في تصدير المنتجات الزراعية المبردة او المجمدة او الاسيبتكس او المركزات بتاعت whatever، الطماطم، الفراولة، اي مركزات، اي صناعة بتعوز تبريد. احنا الفكرة عندنا ان احنا المصانع المستثمر او الكلاينت عندنا هو بيشتريها، والتلاجات بياخدها كسيرفيس، كخدمة، كقاعدة ذهبية في أي مشروع صناعي مبرد. التكلفة الإنشائية المبدئية الانيشال كابيتال كوست 1/3 بتاعها في المصنع و1/3 في التلاجة. فأنا لو بعمل مثلا مشروع ب60 مليون جنيه، المصنع ب20 مليون، والتلاجة ب40 مليون. احنا هنا بنديله التلاجة كسيرفيس، هو بيستخدمها، بيأجر الباليتا في الشهر على حسب استخدامه. فهو بدل ما كان هيستثمر 60 مليون جنيه، هيستثمر 20 مليون ويبتدي نفس المشروع ده وياخد التبريد كخدمة او سيرفيس. احنا هنا بننفذ مدينة سيارات جديدة، مدينة الشركة المصرية الاماراتية للسيارات. بنستهدف منتج محلي بنسبة 60%، وفي خلال 3 سنين بإذن الله يكون وصل معنا 80%. وإحنا شركة تابعة لمجموعة البلو جروب، المطور العام للمدينة هنا مدينة السيارات، والمقاول العام لمدينة طربول الصناعية. أول مصنع هنا عبارة عن 5000 متر، ده هيبقى تابع لشركة هيمكو، شركة بتصنع نقل خفيف، سيارات ربع نقل وميكروباصات وميني باص وكده. تمام، ده المستهدف من المدينه الكامله دي 60% في خلال، وخلال 3 سنين باذن الله بيوصل معانا ل 80%. الطرق المدينه لها 3 مداخل رئيسيه، 1، 2، و3. احنا فيها مدخل واحد، طريق عرض 100 متر طبعا زي ما احنا شايفين هنا صخر، التكسير بتاعه وتسويته ما كانتش حاجه سهله، في حتت فيها قطع بال 10 متر وب 12 متر عشان نقدر نوصل منسوب احنا ماشيين يبقى قابل للاستعمال. الطرق دي طبعا هتربط على طريق الجيش كمداخل المدينه، وهيبقى لها بوابات على المدينه. الطرق الرئيسيه 3 بالعرض وفي 2 بالطول. طبعا الطرق هنا بيبقى هي لها دراسات هيدرولوجي عشان مخرات السيول والكلام ده والامطار والكلام ده. فالمدينه فيها شغل كتير من ناحيه التسويه، خد جهد كبير لها. مدينه طربول الصناعيه وهي مدينه ذكيه وتتميز بالتنميه المستدامه، وده من الحاجات الاساسيه اللي اخذت في الاعتبار في التصميم. بيتم تنفيذها على مراحل خاصه بمراحل التنميه طبقا لخطه الديفلوبمنت بلان. وبالتالي دايما بيبقى المرحله الاولى اول خطوه اساسيه فيها اعمال الطرق، اعمال التسويات الخاصه بالطرق والفيرما، ويليها بعد كده نخش في مراحل اعمال التصميم لشبكات الصرف الصحي، وبعد كده شبكات المياه وشبكات الكهرباء والشبكات الذكيه الخاصه بالفايبر وخلافه. يعني دايما طبعا جايين هنا بصفه ان احنا ماسكين المشروع كله، اشراف على التنفيذ واداره مشروع من خلال الرسومات التصميميه كلها اللي بتيجي عن طريق مكاتب مساعده كلها في المدينه، بنشرف عليها كلها وبنطبقها بالرسومات التصميميه اللي موجوده مع المقاولين اللي بيقوموا بعمل التنفيذ، وبنقوم بفحص الاعمال كلها والسلمه طبقا للمواصفات الفنيه وشروط الصناعه وقائمه الموردين المعتمدين طبقا للدوره المستنديه اللي بتضمن بنسبه 100% ان الاعمال مطابقه للمواصفات وجودتها عاليه جدا في المشروع. المنطقه احنا فيها دي بتشمل الصناعات الصغيره المتطوره، الصناعات الصغيره المتوسطه، دي صناعات صديقه للبيئه، بتدي مساحتها من 500 متر لغايه 5000 متر. المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي منطقه الزون اي، دي منطقه 500 متر. المنطقه اللي هي تعتبر شرق المنطقه احنا قاعدين فيها دي اللي هي 2000 متر، ودي اللي قدام كده 5000 متر. تمام، احنا الصناعات دي احنا دلوقتي شغالين حاليا في البنيه التحتيه انفراستراكشر وطرق حتى منسوب التأسيس. احنا خلصنا من الطرق حوالي 70%، والمرافق خلصنا فيها حوالي نسبة 85%، وحاليا دلوقتي احنا بنجهز عشان للطبقة اللي هي الدقشوم اللي هي الطبقة اللي قبل الأسفلت مباشرة إن شاء الله.